مشاهدينا اهلا بكم الى هذه الحلقه الجديده من برنامج مصر بتبني، والتي نقدمها من داخل مدينه المنصوره الجديده. هل تتخيل ان مدينه كامله المرافق والخدمات يتم بناؤها في اقل من 4 سنوات فقط؟ هذا ما حدث بالفعل في مدينه المنصوره الجديده، وهي احدث مدينه ذكيه تقام في مصر. فمن رمال مهمله وارض مهجوره الى مدينه ذكيه تستعد لاستقبال سكانها ومرتاديها عما قليل. سرعة الإنجاز ودقته هي ما يميز المشروعات الكبرى في مصر، وهي تبني جمهوريتها الجديدة. المنصورة الجديدة حيث نقف الآن هي واحدة من 14 مدينة ذكية جديدة تقام في مصر في فترة زمنية واحدة، وتنسيق متوازن وحسابات دقيقة تقيس مدى احتياجات المستقبل من تمدد عمراني وزيادة سكانية مضطردة، لتحيل الأرض الفارغة إلى كنز عمراني كبير يوفر فرص العمل ويضاعف حجم الاقتصاد ويزيد من سرعة دوران الاستثمار. فعلى امتداد ساحل البحر المتوسط وبطول يصل إلى نحو 15 كيلومترا تم تأسيس هذه المدينة، التي يبلغ إجمالي مساحتها حوالي 7200 فدان، وباستثمارات تقدر بنحو 21 مليار جنيه في مرحلتها الأولى. تم تقسيم العمل في هذه المدينة على 4 مراحل، الأولى شارفت على الانتهاء وتتخطى مساحتها نحو 2100 فدان. وبامتداد على ساحل البحر المتوسط يصل لأكثر من 4 كيلومترات، لتضم آلاف الوحدات السكنية، والتي تصل في النهاية إلى نحو 19700 وحدة سكنية. كما بدأ العمل في إنشاء المرحلة الثانية على مساحة تصل إلى 1500 فدان. اختيار مكان هذه المدينة جاء عبقرياً، فهي تتوسط محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، لتستوعب في النهاية نحو 680 ألف نسمة. ومشاهدينا، حالاً نتعرف على هذه المدينة الجديدة. باشمهندس محمد، المنظر هنا للي كان بيمر على الطريق ده من 4 سنين كان لا يمكن يتخيل ان في مدينه هتقام خلال 3 سنين تقريبا، وقيمه بيوت بقى في هيكل كامل لمدينه كامله. قول لي، من ساعه ما ابتدينا استلمنا هذه القطعه من الارض الفارغه لغايه ما وصلنا لنهايه المرحله الاولى، خططنا ازاي؟ فكرنا ازاي نقسم المدينه حسب احتياجات السكان المحتملين؟ هو طبعا بداية احنا بنرحب بكم في مدينة المنصورة الجديدة، وزي ما اشرت حضرتك كده احنا يمكن من 3 سنين ونص بالظبط كانت الارض دي مجرد انها صحراء فاضية تماما. فكان احنا بنخطط لمدينة المنصورة الجديدة، لان مدينة او محافظة الدقهلية مالهاش ظهير صحراوي، فكان لابد من الفكر والتخطيط ان احنا نبص البعد الاجتماعي البعد اكبر. فلجأنا ان احنا فعلا او التخطيط للقيادات السياسية انها تعمل مدينة جديدة او مدينة ذكية من الجيل الرابع، المنصورة الجديدة. المنصورة الجديدة يمكن موقعها طبعا اختاروا موقعها باختيار وبتميز، ان هي قريبة جدا من دمياط الجديدة يمكن على بعد 18 كيلو، قريبة من البلطيم يمكن على بعد 20 كيلو، قريبة من محافظة الدقهلية الأم نفسها على بعد 50 كيلو، وده طريق رافد جمصة اللي تم تطويره اللي هو بيدي سهولة مرورية. 50 كيلو من مدينة المنصورة. من المنصورة فده طبعا هتسهل، أصبحت الوقت دي كتلة عمرانية متكاملة مع بعضها، فطبعا بقى المدينة لها وضع تاني ولها شأن تاني. خلينا نفكر مع حضرتك بعد 10 سنين مثلا، الفراغات الموجودة من دمياط الجديدة لمنصورة الجديدة ومن منصورة الجديدة لبلطيم، دي بعدين هتكون كتل سكنية جديدة كل إن شاء الله. ده هتبقى كتل إن شاء الله طبعا. مفيش شك، لأن احنا لازم، هو طبعا الفكر كله إن احنا بنستغل البحر المتوسط كله في الفراغ ده، وده طبعا موقع ممتاز جدا طبعا، إن يبقى البحر المتوسط شمال المدينة والطريق الدولي الرئيسي اللي هو طريق من غرب بورسعيد للسلوم ده يعتبر في الجنوب، فطبعا ده موقع جميل اللي هو مميز طبعا. احنا دلوقتي بنتكلم على مدينه سياحيه ساحليه سكنيه صناعيه تمام، يعني فيها كل التنوعات اللي ممكن يحتاجها اي مواطن تمام. ده كان في الاعتبار واحنا بنحط التخطيط الاساسي لهذه المدينه. طبعا كان مراعك طبعا انها مدينه متكامله، مش مدينه مجرد انها مصيف بس، لا، مدينه متكامله على مدار العام.
بحيث ان يدي فرص عمل للي يجي يسكن هنا، بتلاقي فرص عمل يشتغل، تبقى في منطقه صناعيه، في مناطق تجاريه، في مباني اداريه، اذا فيها كل الخدمات ان الناس تشتغل فيها، خدمات تعليم وصحه، خدمات تعليم وصحه وغيره. طبعا هو الجميل يا باشمهندس ان احنا خصصنا اماكن صناعيه اقتصاديه، تمام، ودي المدن الجديده كلها بتعتمد على وجود هذه الاماكن في اماكن مخصصه، تمام، اتاحتها في اماكن مخصصه، تمام. ايه الصناعات اللي ممكن تكون يعني لازم هتكون موجوده في هذه المدينه؟ هو طبعا المنطقه الصناعيه اللي عندنا، احنا عندنا 1000 فدان في جنوب الطريق الدولي، فدي هتكون فيها كل الانشطه اللي موجوده. لو انت حضرتك عاوز تعمل كمصنع ادويه، مصنع اخشاب، مصنع، فهي مقسمه فعلا، بالفعل مقسمه الى قطاعات صناعيه، قطاعات صناعيه مختلفه، وهيبقى في مناطق لوجستيه، مناطق للتخزين والانتاج، ده طبعا كل ده موجود. احنا طبعا في المدينه طبعا لما الحمد لله انشاناها في فتره كويسه، او فتره الحمد لله في فتره زمنيه كويسه في المرحله الاولى، بدا يبقى فيها استثمارات. احنا الحمد لله دلوقتي بايعين 2 قطعه ارض مجتمع عمراني متكامل على غرب المرحله الاولى مباشره، و60 فدان لشركه المعادي، و60 فدان لشركه الصفوه، بالفعل استلموا وبداوا فعلا يبتدوا في المخطط، بداوا ينشئوا الاسوار وابتدوا كده. طبعا بعنا جامعتين خاصتين، كل جامعه 40 فدان، ده بالاضافه ان احنا بعنا محطه تموين سيارات، بعنا قطع اراضي تجاري سكني، وبعنا 4 مدارس بيعينها. لو حضرتك كمان بجاوب على سؤال مهم، احنا بنجيب تكاليف اقامه المدن منين؟ احنا بنجيبها من تحويل هذه الارض الفراغ الى ارض ذات قيمه استثماريه، تمام. وبالفعل احنا فعلا بدانا ان احنا نطرح الوحدات السكنيه اللي هنا موجوده عن طريق البنك، عن طريق الاونلاين، في سواء سكن مصر او جنه، الفيلات بتطرح عن طريق السيتي ايدج، والحمد لله فعلا احنا في قريب ان شاء الله هيبقى في مزاد للمحلات التجارية. فمعنى كده ان المدينة فعلا خلاص بدأت تجيب، وبدأت ان شاء الله هتصرف على نفسها ان شاء الله. واضح من كلام حضرتك ان في اقبال كمان. في بإذن الله في اقبال طبعا، لان زي ما انتم شايفين حضراتكم مستوى الشغل ومستوى الطرق الموجودة، المدينة تم تخطيطها على اعلى مستوى، طبعا طرق كبيرة جدا مختلفة، طرق واسعة، مراعاة كلها اماكن الانتظار، مش عشوائيات زي بعض اللي قبل كده، بالعكس روعة كل اماكن الانتظار اللي موجودة. ايه فيها مناطق ترفيهيه متعدده، عندنا في منطقه اللي هي الفاصله اللي ما بين الاسكان وما بين الطريق الدولي، الحمد لله احنا بدانا نزرع فيها، فكل ده طبعا هيشجع الناس ان هي فعلا، وفي ناس مستعجله انها تيجي وتسكن في المدينه. طب باشمهندس خليني اسالك، مدينه دمياط الجديده على بعد حوالي 15 كيلو من هنا تقريبا، تمام، وهي بنيت من حوالي 25 سنه، ايه الاختلاف ما بين مدينه اقيمت حديثا يعتبر من 25 سنه ومدينه تقام الان؟ هو طبعا المدينه اللي بتقام، مدينه دمياط الجديده طبعا من المدن الممتازه ومن المدن الجميله، برضو بتطل على البحر المتوسط، يمكن بتطل 10 كيلو، ولكن المدن الجديده اللي هو الجيل الرابع بيراعى فيها حاجات يعني ما كانش معمول حسابها. يعني مثلا السمارت سيتي ده مش موجود في الجيل الاول، بقى موجود في الجيل الرابع، اللي هو ايه الغرض من السمارت سيتي؟ ان انا بخدم المواطن، بسهل عليه الخدمات، ان هو ممكن في اي مكان عاوز خدمه شحن مثلا عداد، عاوز يتواصل مع مبنى الجهاز في مشكله معينه، فبقى سهوله جدا، ما عادش فيه معاناه ده طبعا بالاضافه الى البنيه التحتيه. هنا في المنصوره الجديده اول مره تنفذ شبكه صرف مطر نتيجه السيول في السنوات الاخيره واللي كانت موجوده ساعه المطر، هنا مراعاها تماما. وطبعا ساحل البحر المتوسط بيبقى فيه هطول مطر، بيبقى هطول مطر بغزاره جدا، فطبعا المنصوره الجديده مش هتعاني من الكلام ده تماما، لانها شبكه منفصل منفصله وهيتم الاستفاده من مياه الامطار. هنا رؤيه تماما الوسائل الترفيهيه اكتر، يعني في كورنيش على اعلى مستوى زي ما انت شايف، في مناطق خضراء متنفس كتير، ده طبعا موجود اللي هو اللي بالنسبه لموضوع الكاميرات والمراقبه والكلام ده طبعا مش موجود في الجيل الاول. طبعا كل دي فروقات موجودة، الحمد لله. يمكن احنا هنا المنصورة الجديدة برضو فيها ميزة ان الدولة قامت بتنفيذ المنشآت بنفسها، بتنفيذ الاسكان لسرعة الانجاز، ان هي المدينة ما تاخدش وقت. يعني حضرتك زي ما انت قلت كده دمياط الجديدة بتنشأ قعدت بقالها يمكن حاجة و30 سنة 32 سنة، هنا المنصورة الجديدة الحمد لله بقت مدينة في خلال 3 سنين ونص، فده في فرق كبير ما بين الفكر الوقتي وفكر اللي كان موجود قبل. خلينا اتخيل مع حضرتك بعد المرحلة الثانية والثالثة والرابعة هيكون شكل المدينة ككل عامل ازاي؟ هو طبعا المدينة اللي زي ما احنا اتفقنا 4 مراحل، ان احنا في فكرنا ان هي تستوعب 680 ألف نسمة. احنا عملنا اكبر مرحلة اللي هي المرحلة الأولى،
وأنشأنا المرافق الأساسية اللي هي محطة التحلية ومحطة المحولات. فبالتالي المراحل التانية مش هتاخد وقت كده. يعني احنا لو بدأنا إن شاء الله في المرحلة التانية، وبالفعل احنا بدأنا فيها اهو، يمكن إن شاء الله في خلال سنتين ممكن تكون مرحلة التانية منتهية. المرحلة التالتة برضو والرابعة مش هياخد وقت. فهي في غضون يعني بالكتير قوي، غضون بالكتير قوي 6 سنوات تكون مدينة المنصورة مكتملة تماما. لو أنشأنا مشينا بنفس الريتم اللي احنا ماشيينه، ولما بيبقى فيه إقبال طبعا من إن شاء الله من المواطنين عليها، هتلاقي المدينة اللي اكتملت في غضون ممكن أقل يمكن 6 سنين بالكتير إن شاء الله. لو اتكلمنا عن المنصورة الجديدة ممكن نتكلم عن بني سويف الجديدة أو المينا الجديدة. طبعا نفس التخطيط. المدن ليه فرق هنا إن في بحر بس؟ بالظبط كده، هي الفرق الوحيد بس، إن هي طبعا وده ما يميز المنصورة الجديدة بصراحة. عندنا تقريبا 17,000 وحده سكنيه بنيناهم بالفعل في المرحله الاولى من منصوره جديده. ازاي قسمناهم بحيث يناسب كل شرائح الدخل عند المجتمع المصري او عند المشتري المحتمل؟ احنا عندنا بالنسبه للمدينه بدانا في تنفيذ المرحله الاولى من 2017، راينا ان احنا الجزء اللي احنا شغالين فيه اللي هو المرحله الاولى من ساحه 2063 قسمناه لاربع مناطق، كل منطقه فيها اسكان متنوع، بدايه من سكن مصر، بعد كده الإسكان الفاخر جنة، وبعد كده الفيلات بالأنواع بتاعتها. وعندنا كمان بالإضافة للمنطقة الرابعة عندنا فيها سكن كل المصريين بالإضافة للجنة والفيلات. ده كان التقسيمة اللي احنا اعتمدنا عليه. أول حاجة بالنسبة لسكن مصر عندنا 196 عمارة، كل عمارة فيها 24 شقة بمساحات من 115 ل 118 متر مسطح للشقة الواحدة. تمام. وعندنا برضو كان احنا عندنا انفراد ان عندنا سكن مصر لأول مرة في هيئة المجتمعات العمرانية بيبقى فيها أسانسير خارجي. دي خدمة إضافية للسكان. ده خدمة إضافية. تمام. نيجي بقى بالنسبة للجنة، كان عندنا 468، ده طبعا متقسمين على الأربع زونات اللي احنا كنا بنتكلم عليهم. وصل الحمد لله نسبة إنجازهم تقريبا 92%. ال 468 دول كان عندنا نوعين، نوع اللي هو نموذج ألف ونموذج ب. نموذج الفرق ما بين ألف وب هو اختلاف في مساحة الأرض. بس الرينج بتاع المساحات بتاع الوحدات عندنا من 100 ل 150 متر مسطح، يعني برضو بيلبي رغبات الناس كلها على حسب المساحات من الكبير للصغير. وبالنسبه للسكن كل المصريين برضو عندنا في جنه 24 شقه في كل عماره. بالنسبه لسكن كل المصريين وده الجديد برضو على هيئه المجتمعات، عندنا برضو 58 عماره، كل عماره فيها 24 شقه، المساحات حوالي 94 متر مسطح، ده تعتبر لمحدود الدخل. وراعينا برضو في العمارات كلها ان احنا عندنا دايما براكنج، بوفر براكنج لعدد السكان المتاح، مواقف للسيارات. مواقف للسيارات ده مهم جدا. طبعا. لان احنا اتحنا ان كل واحده من الوحدات دي على الاقل ليها مكان، عربية خاصة بيها أو حاجزين لها مكان. طيب احنا قسمنا تقريبا كل المناطق دي منفصلين، يعني سكن لكل المصريين منطقة منفصلة، جنة منفصلة، منطقة منفصلة وهكذا. كل منطقة منفصلة لوحدها وفي طريق رئيسي فاصل ما بين المنطقة والتانية. طيب اللي احنا وفرناه بالنسبة لمساواة الدخل، المساحة ولا جودة التنفيذ أو جودة التشطيب الداخلي؟ لا الحمد لله احنا هنا كجهاز بنراعي الحمد لله، يعني ان احنا كل الشغل اللي احنا بنعمله في جودة شغل وجودة إنتاج مع الوقت. يعني إحنا بنصارع الوقت وجودة الإنتاج في نفس الوقت. فكل العمارات اللي إحنا نفذناها الحمد لله طلع بمستوى لائق جدا. هما إيه اللي بنوفره علشان المستوى الدخل؟ يعني في خلافات في تشطيبات الواجهات. يعني مثلا العمارات اللي قدامنا ده عمارات جنة، هنلاقي فيها حجر وفيها دهانات. الحجر ده مش متوفر مثلا في سكن مصر غير في المداخل، مش في الواجهه كلها. جينا في الطابع الساحلي لا مش متوفر قوي، ففي دهانات بس. بالنسبه للتشطيبات اللي هي احنا عندنا هنا في جنه الارضيات بيبقى كلها بورسلين، طبعا ما نقدرش نوفر الكلام ده في سكن كل المصريين وفي تمام. بس احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا بنراعي ان احنا نختار اكفأ حاجه في كل المناطق. طيب لاننا في مدينه ساحليه، مدينة على البحر مباشرة، والبحر مع الرطوبة طبعا بيحتاج تشطيبات مختلفة ومحتاج يمكن صيانة مختلفة، ده بنوفره ازاي؟ احنا برضو كان عندنا انفراد هنا في المنصورة الجديدة ان احنا اول مرة نستخدم مادة مقاومة للعوامل الجوية، المادة اللي احنا مستخدمينها في تشطيبات المدينة بالكامل. طب يا باشمهندس ده بالنسبة لتقسيمة السكن،
تقسيمة الأماكن الخدمية بقى، يعني أكيد الناس محتاجة أسواق، مدارس، مساجد، كنائس، قسمتوها إزاي؟ إحنا رأينا إن في كل منطقة يبقى فيها الخدمات الخاصة بتاعتها، عبارة عن مسجد يخدم العمارات دي بالإضافة لحضانة وسوق تجاري ومدرسة طبعا. وبالنسبة للخدمات اللي إحنا عندنا، بالنسبة إنها بدأ بأول حاجة اللي هي الخدمات الدينية، عندنا في بدأنا بتنفيذ 4 مساجد تبرعات، ووصلنا بنسبة إنجاز 96% في الـ4 مساجد. تبرعات يعني ايه الاول؟ تبرعات يعني اشخاص بتتبرع ان هي تبني المسجد من الاول للاخر، مش الهيئه اللي عاملاها، مش الهيئه بس. بنجهز دلوقتي ان احنا نعمل مسجد كبير، وبنشغالين في اجراءات الطرح بتاعه. طب كويس، يعني في مشاركه شعبيه في طبعا الناس، ولسه لحد النهارده في واحد جاي الصبح عايز يتبرع ويعمل مسجد جديد، فالحمد لله هيبقى عندنا 5 مساجد. تمام. وبالاضافه ان احنا برضو خصصنا كنيستين وبرضو هنشتغل فيهم قريب ان شاء الله. تمام. للخدمات التعليمية عندنا احنا بدأنا بمدرستين تعليم أساسي، نفذنا 8 أسواق تجارية، 3 في سكن مصر و3 في سكن كل وواحد سوري في سكن كل المصريين، و4 في الإسكان الفاخر اللي هو جنب بيخدموا عليه. بالإضافة بقى ان احنا بدأنا في مبنى الشرطة ومركز طبي يخدم المدينة بالكامل، وطبعا ما اقدرش انسى جامعة المنصورة الجديدة موجودة على مساحة 127 فدان. بدأنا في 7 مباني والحمد لله وصلنا لنسبة إنجاز كويسة، وإن شاء الله هيفتح الترم الجاي. 7 مباني لـ6 كليات غير مبنى الإدارة أقصد. غير مبنى الإدارة مظبوط كده. تمام. وإن شاء الله هنفتتح أول مبنى إن شاء الله في شهر 9 على الترم الجديد. 9 اللي جاي إن شاء الله مباشرة. بإذن الله. كده تكون المرحلة الأولى كلها اكتملت صح؟ مظبوط، وجالنا وإحنا الحمد لله برضو في نفس التوقيت اللي إحنا بنفنش فيه في المرحلة الأولى، بدأنا في المرحلة الثانية بمساحة 1500 فدان. طيب اللي بيحصل في المرحلة الثانية تقريبا استنساخ من المرحلة الأولى؟ لازم طبعا يكون مشابه ليه مع بعض التعديلات اللي واجهتنا في التسويق. يعني الحمد لله برضو بدأنا في الوقت في تنفيذ 44 عمارة سكن مصر، وبدأنا في 224 عمارة إسكان فاخر اللي هو جنة. لسه بس منطقة الفيلات بنحدث على حسب السوق محتاج إيه. يعني بالنسبة للفيلات لأن مستواها أعلى شوية، فمأجلين الأنواع أو الطايبز اللي احنا هنشتغل عليها لحد ما نشوف السوق محتاج إيه غير اللي موجود في المرحلة الأولى. وده الفكر الجديد، إن احنا بنشوف احتياجات السوق ونبني على أساسها، مش زي زمان، مش العكس. مش إن احنا بنبني وبعدين نشوف السوق، لا احنا بنشوف متطلبات السوق وبناء عليه بنظبط اللي عندنا إن هو يلبي احتياجات السوق اللي موجود. طب على كده المرحلة الثالثة والرابعة هتكون استنساخ من الأولى والثانية طبعا، مع بعض التعديلات اللي هتطرق في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية حسب وقتها. طبعا حسب وقتها. طيب باشمهندسة، احنا بدأنا البيع، بدأ يبقى في إقبال على الشراء، بدأ يبقى في ناس بيكونوا موجودين أو يحجزوا وحدات. تمام مظبوط. احنا بدأنا طرحنا 38 عمارة سكن مصر، والحمد لله نسبة الإنجاز فيها وصلت لحوالي 60%. وبالنسبة للجنة طرحنا حوالي 62 عمارة، والحمد لله برضو وصلنا لنسبة إنجاز كويسة 55% في التوقيت اللي احنا موجودين فيه. طبعا ده بعد 3 أقل من 4 سنين الشغل ده هايل يعني. لا والحمد لله برضو لحد دلوقتي، يعني الطرح ده كان تقريبا من حوالي 1.5 سنة، فالناس متشوقة ان هي تشوف الطرح الجديد. احنا عندنا ناس، يعني لو احنا نزلنا المرحلة الأولى كلها عندنا هنلاقي فيه طلبات عليه. لان هنا يمكن السكن مختلف، طبيعه السكن مختلفه، وبدأ يعني الناس تجمع كده بين الساحل، بين الشكل السياحي الساحلي مظبوط، المصيف، وبين السكن الطبيعي. والناس بدات برضو يبقى عندها وعي بالمدن الجديده، وخاصه اللي هي مدن الجيل الرابع واللي منها المنصوره الجديده. بنظرة عامة فنحن أمام إنجاز غير مسبوق، فخلال أقل من 5 سنوات تم إنشاء 14 مدينة ذكية بإجمالي مساحات تصل إلى 380,000 فدان. حظيت محافظات الصعيد بالعدد الأكبر من هذه المدن، تم تخطيطها بحيث يكون نحو 10% من إجمالي مساحتها مخصص للأنشطة الصناعية والتجارية والاستثمارية. أما الإعجاز فيتمثل في أن نحو 50% مما تم إنجازه في هذه الفترة القصيرة يوازي ما تم إنجازه في نحو 40 عاماً، كما وفر نحو 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير المباشرة. أما الحلم فهو أن نصل إلى إنشاء نحو 30 مدينة جديدة يتم التخطيط لها، لتستوعب في النهاية حوالي 30 مليون نسمة، وبها نقضي على العشوائية ونحسن وجه الحياة في مصر.
باشمهندس صابر، واحنا بنخطط للمنصوره الجديده عملنا مناطق خدميه، مدارس، اسواق وما الى ذلك، الجامعه طبعا الموجوده، فازاي عملنا شبكه الطرق بحيث تسهل الوصول لهذه الاماكن وتكون امنه للمرتدين؟ وطبعا في تخطيط المدينه في البدايه تم مراعاه ان هي مدينه ساحليه، فتم تخطيط المدينه بحيث ان شبكه الطرق تكون موازيه لاتجاه البحر، فالطرق الرئيسيه كلها يعتبر موازيه لاتجاه البحر، اللي هي طريق كورنيش، طريق واحد، طريق اثنين، طريق ثلاثه، طريق اربعه، كلها الطرق الرئيسيه، العروض اللي هي الاكبر اللي هي العروض 60 متر كلها موازيه لاتجاه البحر، متعامد عليها شبكه كلها اللي هي الطرق ال 40 متر كلها راحه لاتجاه البحر، طبعا ده بيسهل الحركه. الجامعه في شرق المدينه، الخدمات بتلاقي خدمات مركزيه، المدارس يعني هي فيها سهوله في الحركه في التصميم وفيها تنوع او تناثر للخدمات، تناثر للخدمات على مستوى المرحله كلها، تمام. في اسواق تجاريه، مدارس حكوميه، مدارس خاصه، الجامعه، الاسواق، عشان كده عملنا الخطوط كلها طواليه، مفيش تعرجات، كلها موازيه لاتجاه البحر وعمودي على البحر. هو تقريبا نسبه الطرق بالنسبه للمساحه الاجماليه كام؟ نسبه الطرق حوالي 20%، 20% من المساحه الاجماليه، المناطق الخضراء برضو 20%، فيمثلوا 40% من مساحه المرحله كلها. وده يعني في الستاندرد العالمي ده هو ده الصح؟ طبعا، ان كنا 40% مناطق خضراء مفتوحه. تمام، احنا تقريبا خلصنا كل المناطق الخضراء المتاحه. احنا حضرتك شغالين بالتوازي، المناطق الخضراء يعني الطريق بنمسكه، طرق اسفلت يعني بنعمل اعمال الردم واعمال السن واعمال الاسفلت، معاها بنعمل الارصفه اللي على الجانبين، بنعمل الجزيره، بنعمل التشجير، كل ده ماشي مع بعضه، يعني المرحله كلها ماشيه مع بعضها، الطريق بنخلصه كله مع بعضه، يعني بنخلص الاسفلت ورا من الارصفه شغاله، الجزر شغاله، الزراعه شغاله، اعمال المرافق بتكون اعمال بلعات المطر، اعمال الصرف، كل ده بنراعيه في التصميم والتنفيذ يعني. طب واكيد احنا زي ما حضرتك قلت راعينا فكره البنيه الاساسيه، ان احنا مديناها بشكل كويس قبل ما نحط الاسفلت. طبعا بالنسبه للتصميم راعينا ان في اعمال الردم طبعا على طبقات، كل طبقه 25 سنتي، باعمال الدمك، باعمال الميه، واعمال الاختبارات على اعلى مستوى، وبعدين كل طبقه طبعا تباعا، وبعدين دخلنا في السن طبعا بنخش نعمل اعمال المرافق والكهرباء والصرف والحاجات دي كلها، وبتسلم من الاستشاري، وبعد كده بنخش في الاسفلت وبلعات المطر، كل ده راعيناه في التصميم ان احنا نكون عاملين له اعلى اختبارات وضغوط بصوره جيده، وميول حتى والميول للطريق. وميول الطرق مع بلعات المطر طبعا، ميول في ميل عرضي وفي ميول طوليه، وبلعات المطر بتخدم الكلام ده كله. طبعا المنطقه الفاصله بين العمارات يكون فيها راعينا فيها يكون فيها انترلوك، ما يكونش فيها اسفلت، اظن ده عشان بعد كده لو في اي التحرك في تمام. داخل البنية الأساسية يكون سهل. طبعا راعينا فيها، ان لان حصل مشاكل في لما بيحصل مشكله في الصرف او في الميه نتيجه الانسداد او نتيجه اي مشكله بتحصل، فبنضطر ان احنا نكسر في الاسفلت، وبيحصل فيه معالجه، والمعالجه بتبقى سيئه وبيعمل فيها رقعه، فاتجهنا الى تعديل البراكنج اللي هي المناطق مواقف السيارات بين العماير وبعضها، ان احنا نحولها لانترلوك 8 سنتي، بيكون سمكه 8 سنتي تحت طبقات سن ومعمول بصوره جيده، مدموكه بصوره جيده، بتخدم بصوره جيده، بحيث انه طبعا واخد الميول بصوره جيده، بحيث ان لما يجي يحصل فيه صيانه بعدين اقدر ان انا افك الانترلوك واصين الشغل بتاعي وارجع الانترلوك تاني، فعلى المدى البعيد بيديني تكلفه اقل من تكلفه الاسفلت، وما يكونش في تشوهات كمان. طبعا، وصيانته بتبقى اقل على المدى البعيد من الاسفلت. طيب احنا في اللاندسكيبنج او في تقسيمه المكان اخترنا يكون في مناطق ترفيهيه خضراء بين المناطق بين العمارات تحديدا، تمام، فبرضه ده راعينا ان تكون مناطق جيده واسعه، تمام، مناسبه لعدد ممكن يعني يقضي فيها وقت. يعني احنا طبعا في تنوع كبير جدا في اعمال تنسيق الموقع، يعني لو مسكنا تنسيق الموقع في لعب اطفال، مناطق خاصه بلعب الاطفال، في عملنا حمامات سباحه، يعني المرحله اللي احنا فيها دي متقسمه لاربع مناطق، كل منطقه فيها حمامين سباحه كبار على مساحه 250 متر مسطح، غير حمام للكيدز الاربع سنين والثلاث سنين جنب بعض، صغيرين معاهم كافيتيريا ومطعم، يعني منطقه كامله وبرجولات للاعداد، مشايات للممشى اللي عايز يمشي، ورعينا فيها المعاقين في التصميم، يكون في رمبات للمعاقين بحيث اللي عايز يخرج يمشي ما يفيش فيه مشاكل بالنسبه للحركه، في مشايات ومشايات متنوعه في التنوع في الالوان، يعني دخلنا فيها الانترلوك باللون البيج، اللون الاحمر، اللون الرمادي،
في تنوع، كمان عملنا فيه مشايات ان انا اقدر اوصل من الباركنج مشايات كبيره بعرض 6 متر، ان انا لو في مشكله في حرايق في مشكله عندي، عملنا مشايات للدفاع المدني بعرض 6 متر ان انا اقدر اوصل من الباركنج لحد مدخل العماره، اقدر ان انا اتعامل مع العماره لو في اي فيها اي مشكله للسيارات الدفاع المدني دي مجهزه وبيحس ان انا مدروسه، بحيث ان انا اقدر اوصل من 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 الطريق بره للباركنج لحد مدخل العماره بسهوله بالعربيات الدفاع المدني كده. وبعد الفاصل نواصل النقاش وتابعونا. من جديد أهلا بكم. ومصر بتبني في هذه الحلقة التي نقدمها من داخل مدينة المنصورة الجديدة. تكامل الخدمات إذن هو ما يميز المدن الجديدة في مصر، فالمرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة جاءت لتضم مدرستين للتعليم الأساسي بالإضافة لجامعة المنصورة الجديدة والتي ستضم 6 كليات في مرحلتها الأولى، هذا إضافة لإنشاء 8 أسواق تجارية متكاملة ومحطة محولات كهربائية توفر 500 ميجا فولت أمبير لهذه المدينة. ثم كان تخطيط وتنفيذ أول محطة لتحلية مياه البحر في محافظات شمال الدلتا في مصر لتنتج حوالي 160 ألف متر مكعب من مياه الشرب يوميا. ومشاهدينا حالا نتعرف على المزيد في هذه المدينة. ياسر، المفاجأة في إنشاء مدينة المنصورة الجديدة إن إحنا بننشئ لأول مرة في محافظات الدلتا الموجودة على ساحل المتوسط محطة لتحلية مياه البحر، ودي يعني مفاجأة وشيء إضافي جدا لأن عندنا دلوقتي تكنولوجيات كتيرة استخدمناها وجربناها في تحلية مياه البحر، لكن لأول مرة بنستخدمها هنا. ليه مع إن عندنا مية ممكن تكون قريبة من بعض مدن الدقهلية؟ والله يا فندم إحنا بننفذ المحطات التحلية طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء مثل تلك المحطات لتوفير المياه الصالحة للشرب في مصر بصفة عامة. وموضوع المية المياه طبعا زي ما حضرتك قلت جنب مياه النيل، عشان ننقلها من محطة قائمة على النيل نفسه في مسافة لا تقل عن 30-40 كيلو، طبعا دي بتكلف تكلفة نقل ومحطات رفع، فاحنا بنحاول نوسع من مصادر المياه اللي موجوده في مصر بصفه عامه. احنا كده بنفس تكاليف محطات الرفع والنقل بنعمل المحطه هو دي. طبعا محطه التحليه بتبقى اعلى عشان تكنولوجيا حديثه، ولكن اللي انا اقصده في الاخير النتيجه مرضيه جدا ونتيجه تنقيه المياه عاليه جدا في محطات تحليه مياه البحر، واكيد بتكفي كل سكان المدينه طبعاً ان شاء الله لما يكتمل عددهم. يعني طبعا طبعا طبعا. طيب احنا وصلنا لقد ايه تقريبا في المحطه دي؟ المحطه ان شاء الله احنا وصلنا حاليا نسبه 80% من الانشاء، يعني في التركيب تركيبات الاعمال تركيبات الكهروميكانيكيه الوقت النهائيه، وان شاء الله التجارب المبدئيه للضخ هتبدا في 1/8 ان شاء الله. احنا بنتكلم عن محطه عملاقه على فكره لانه حوالي 160 الف متر تمام مكعب يوم. تمام تمام. المحطه الاجماليه تصرفاتها او الطاقه الانتاجيه 160 الف متر مكعب في اليوم، احنا بصدد الانتهاء من المرحله الاولى اللي هي 40 الف متر مكعب في اليوم. احنا كده مقسمينها على 4 مراحل، على اربع مراحل طبقا لمراحل انشاء المدينه. احنا دلوقتي حاليا بنفنش او بننهي في المرحله الاولانيه لانشاء المدينه اللي هي 2000 فدان، يعني كده 160 ان شاء الله يكونوا كافيين للمدينه بعد ما الحاره الرابعه. يعني هيبقى فيه فائض ان شاء الله، يعني هيبقى فائض ان شاء الله، هيكون في فائض ان شاء الله ان شاء الله طبعا، لان طبعا انا عندي استهلاكات طبقا لكود استهلاكات للمياه طبقا لعدد السكان، فاكتمال عدد السكان مرتبط بالاستهلاك بتاع المحطه. طب الفائض هيروح فين بقى؟ والله هو لسه يعني ان شاء الله ممكن يبقى في الاماكن اللي محتاجينها في المحافظات اللي جنبنا المتاحه لنا، يعني جنبنا احنا طبعا محافظه كفر الشيخ ومحافظه الدقهليه. طب ده شيء رائع جدا. تمام. طب باشمهندس ده بيكتمل او هذا الانشاء بيكتمل مع كل شبكه المرافق المختلفه في تمام في المنصوره الجديده؟ تمام. يعني عندنا شبكات صرف صحي، معالجه صرف صحي، كهرباء وما الى ذلك. تمام.
فالمنظومة ما شاء الله متنوعة جدا. طيب ما أنا بقول لحضرتك إحنا كإحدى مدن الجيل الرابع أو مدينة ذكية زي ما يطلق عليها، إحنا عندنا شبكات المرافق لوحدها في المرحلة الأولانية تتعدى 6 مليار جنيه. المرحلة اللي إحنا بننفذها في محطة التحلية ديتي حوالي 1.6 مليار جنيه. الشبكات عندنا في المنصورة جدا كشبكات داخلية أطوالها تتعدى 400 كيلو في المرحلة الأولى فقط. واحنا الحمد لله تم انتهاء تماما من الشبكات وفي المراحل الفينشنج النهائي اللي هي الفينش المطبق او غرف التفتيش او غرف المحابس في مراحل نهائيه في التفتيش. فزي ما قلت لحضرتك احنا عندنا بالاضافه او في ميزه اضافيه مش موجوده في معظم المدن، ان احنا عندنا شبكه الصرف سيول منفصله تماما عن شبكه الصرف الصحي، وده بترجم ملايين عشان يعاد استخدام ميه المطر، استخدامها في ميه المطر في الري. تمام. وبتبقى بيخفف العبء على شبكه الصرف الصحي، وبالتالي فبيحصلش مشاكل في ارتجاع الميه في الشتاء بدرومات او القطع السكنيه. فبالتالي ده استحاله تكون ان شاء الله موجوده في المدن اللي فيها شبكه صرف سيول منفصل عن شبكه الصرف الصحي. هي ناتج الصرف الصحي بينقل الى مكان اخر؟ تمام. ولا بيعالج هنا؟ هو بيعالج، احنا عندنا محطه لمعالجه محطه ثلاثيه لمعالجه الصرف الصحي بتصرفات او 120 الف متر مكعب في اليوم، واحنا بصدد انشاء المرحله الاولى برضو فيها حاليا في جنوب اقصى جنوب المدينه. المرحله الاولى 30 الف متر مكعب في اليوم. ما شاء الله عندنا مدينه متكامله، يعني حتى معالجه الصرف متاحه دلوقتي، كل الخدمات متاحه وكل الامكانيات متاحه في المدينه المنصوره الجديده. باشمهندس ده يتكامل مع فكره حتى واحنا بنطور الريف المصري بنعمل محطات معالجه صرف. تمام. بين كل مجموعه قرى. فاكيد ده مش هننساه واحنا بنعمل مدينه جديده. لا ده انا بقول لحضرتك احنا عندنا احدث التقنيات الحديثه في المعالجه، عندنا محطه ثلاثيه معالجه، في معالجه اوليه وفي معالجه ثنائيه، وحاليا المعالجه الثلاثيه اللي احنا بننفذها. طبعا بقول لحضرتك كل ما يبقى في تكنولوجيا اعلى طول ما بيبقى بترجم دي تكلفه اضافيه طبعا في الاخير لخدمه المواطن، سواء خدمات صحيه، يعني وجود المحطه الثلاثيه دي ده بيطلع ميه نقيه جدا. احنا برضه عندنا التكنولوجيا الخاصه مثلا بتحليه مياه البحر، بقى عندنا انتاج خاص مصري بانتاج قطع الغيار. تمام. اللي بتحتاجها هذه المحطات. تمام. فبالتالي احنا مش هنعطل وعندنا امكانيات متاحه، عندنا خبرات بشريه جيده جدا، فانشاء مثل هذه المحطه ما بقاش غريب. لا احنا بنحل ميه البحر. احنا بنحل ميه البحر، وزي ما قلت حضرتك قطع الغيار والفلاتر والمكونات الرئيسيه للمحطه، اعمال الصيانه والتشغيل متاح عندنا في كمنتج محلي. فبالتالي ما عندناش مشكله في التوسع في انتاج المياه الشرب اللازمه من محطات التحليه. انا بس كنت عايز اضيف حضرتك ايه هي التكنولوجيا الحديثه اللي احنا بننفذها في محطه تحليه. ده تكنولوجيا تسمى الار او التناضح العكسي. ودي زي ما قلت حضرتك بتقوم بتحليه مياه البحر اللي نسبة الملوحة فيها تتعدى 40 ألف بارت بالمليون لتحويلها لمياه صالحة للشرب، لا تزيد نسبة الملوحة فيها عن 500 بارت بالمليون. 500 جزء في المليون. جزء في المليون. ودي المياه الصالحة للشرب فعلا. ده حد أقصى، يعني احنا حللنا المنتج بتاعها طلع 100 كان. أنا بقول حد أقصى 100 بارت بالمليون. المحطة بتقوم على هذه التكنولوجيا عن طريق تحويل المياه من الضغط من الملوحة النسبة الأعلى اللي هي مياه البحر إلى الحد الأدنى اللي هو المياه العذبة عن طريق الضغوط المرتفعة التي تتعدى 70 بار لنزع الملوحة من مياه البحر لتحويلها زي ما قلت حضرتك مياه صالحة تماما للشرب. وده شجعنا أظن يا باشمهندس، لأن عندنا مثلا مدينة رشيد الجديدة، عندنا تطورات بتحصل في دمياط الجديدة. تمام. فده ممكن يبقى فيه إتاحات إن احنا نعمل محطات تحلية مياه في هذه المدن الجديدة. تمام. أو حتى في المدن القديمة على ساحل البحر المتوسط. تمام يا فندم، سامح طمح حضرتك المنتج اللي بيتنفس به المحطة طالما متواجد، وإحنا طبعا عندنا في مصر الكوادر لتنفيذ تلك الأعمال، فما عندناش مشكلة في التقنية والتصميم، يعني بقى متاح. يعني زي ما حضرتك كان الموضوع من سنتين ثلاثة أو مكان غريب، دلوقتي بقى متاح في أكثر من محطة لتحلية المياه البحر، وبتطلع نتائج مبهرة في نتائج التحليه. طب كده يا باشمهندس، مع وجود هذه المحطه لتحليه مياه البحر ومع وجود محطه لجمع الصرف الصحي ثم معالجه مياه الصرف الصحي ثم تجميع الامطار، كده عندنا شبكه المرافق اكتملت تقريبا. تمام. في المنصوره الجديده. طبعا بالاضافه زي ما قلنا لحضرتك قبل كده، اللي احنا كاحدى مدن الجيل الرابع او مدينه ذكيه فيها كامل الخدمات او التكنولوجيا الحديثه للاتصالات،
طبعا احنا عندنا عددات يعني احدى محاور المدن الذكيه العادات الذكيه، التحكم الالي في المرافق، التحكم في شبكات الكهرباء، التحكم في الاناره، التحكم في التكييف، تكييف مركزي. كل الحاجات دي غير متاحه في المدن العتيقه او القديمه، متاحه في المدن الجيل الرابع. يعني حضرتك بتراقب المحطه من داخل المحطه ومن خارج المحطه؟ من خارج المحطه بقى في تحكم الي في المرافق في جميع شبكات المرافق عشان ما يبقاش في انقطاع او ما يبقاش في اي عطل ولا يحصل اي دروب، يحصل تسرب غاز، يحصل اقدر اتحكم وبضغطه زر اوقف القطاع ده عشان ما ياثرش سلبي على 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 الحياه بصفه عامه في المدينه. كده يا باشمهندس يعني واضح ان العمل على مدار الساعه علشان ننتهي من هذه المحطه، فيبدو ان احنا شغالين على قدم وساق زي ما قلنا. طبعا ان شاء الله. هو حضرتك البث التجريبي لدفع المياه او الشبكه 1/8 ان شاء الله، يعني زي ما حضرتك شفت في المراحل النهائيه، يعني احنا بعمل الكهروميكانيكيه النهائيه. باشمهندس أيمن، الحمد لله عندنا كميات من الكهرباء المنتجة في مصر تكفي وتفيض، لكن نقلها لمدينة جديدة زي المنصورة الجديدة بيتطلب عمل آخر زي محطة المحاولات اللي احنا فيها دي. احنا ازاي بننقل من الكهرباء الأم من الشبكة الأم حتى المدينة الجديدة؟ هو احنا مبدئيا نقلنا من الشبكة الأم أو من الشبكة الموحدة لمدينة المنصورة الجديدة من خلال حاجتين، عندي الخط الهوائي المغذي لمحطة الكهرباء، وعندي كمان محطة الكهرباء نفسها اللي احنا موجودين في الموقع بتاعها دلوقتي. الخط المغذي لمحطة الكهرباء ده خلاص يعني بنفنش فيه حاليا، جاري العمل فيه على قدم وساق، ده تكلفته تقريبا حوالي 67 مليون جنيه. بعد كده بقى تيجي ليها مرحلة ده رابط ما بين محطة محولات جمصة ومحطة المنصورة الجديدة. بعد كده ليها بقى مرحلة المحطة نفسها، في عندي الطاقة الإجمالية بتاعت المدينة 500 ميجا فولت أمبير. بدأنا بمرحلة أولى منها اللي هي المحطة اللي احنا موجودين فيها دي 300 ميجا فولت أمبير، عبارة عن ثلاث محولات كل محول منهم 150 ميجا. بس المحطة زي ما انتم شايفين تعتبر خلاص يعني خلصانة بنسبة نقول 98% أو 99%، واقفين على إطلاق تيار. احنا هنا بننتج كهرباء ولا بننقل الكهرباء؟ لا بننقل الكهرباء، بنخفض من جهد عالي اللي هو جهد الخطوط اللي بره للجهد اللي هو بتاع المدينه اللي هو جهد ال 22 اللي يتناسب مع احتياجات المدينه، اللي يتناسب مع تصميم شبكات المدينه او التصميم بالظبط كده. طيب. بعد كده بندخل بقى على شبكات المدينه نفسها. بدايه يعني بخرج من هنا بكابلات، بدخل بقى على موزعات، وبقيت بقى اللي هي المحولات واللي هو بوزع بقى الكهرباء طبعا شبكه التوزيع الداخليه حسب الاحتياجات او حسب الكتل السكانيه بالظبط، على حسب الاحمال اللي موجوده عندي، يعني كل ده مدروس ومعروف بالظبط هو احمالي هتكون قد ايه، وبناء عليها اتعملوا التصميمات وبدانا ان احنا نفذنا برضو فيها في مراحل متقدمه من التنفيذ جدا يعني. طب المحطه هنا بتكفي المرحله الاولى في المنصوره الجديده ولا كل المراحل؟ المرحله الاولى من المحطه اللي احنا واقفين فيها حاليا دي تكفي المرحله الاولى والثانيه من المنصوره الجديده. بعد كده في عندي توسعات بتاعه المحطه، هو مبدئيا المحطه اللي احنا فيها دي جهدها 220، توسعات المحطه هتكون جهد 500، دي عشان ابقى رابطه على الشبكتين اللي موجودين في مصر اللي هم شبكه ال 220 وشبكه ال 500 بتوع اللي هم شبكات الشبكه القوميه اللي هو الشبكه الموحده يعني. ان شاء الله هنضاعف كميه المحطه هنا عشان تكفي المرحله الثالثه والرابعه كمان، وهتتربط كمان على جهد ثاني بحيث ان ما يحصلش مشاكل، يعني لو في مشكله في جهد ال 220 جهد ال 500 هيشيلها بننقل بالظبط كده. تمام. ده يكفي الاستهلاك كله لما يكتمل عدد السكان؟ يكفي المدينه محسوبه على حسب يعني هنقول ايه المتوقع من استخدامات الاراضي وكل حاجه موجوده في المدينه، حسب يعني المتوسطات زي ما بقول، على حسب لا مش المتوسطات، اعلى من المتوسطات كمان يعني كسيفنج للاحمال. تمام. بحيث ان لو زاد الحمل لا كل حاجه متسيبه فيه. تمام. طيب بعد ما ندخل المدينه بالكهرباء اظن برضو في شبكه اتصالات ذكيه، احنا هنا بنتكلم في مدينه ذكيه فاكيد في شيء مختلف احنا هنشوفه في المنصوره الجديده. بالظبط كده، في عندي شبكه اتصالات وشبكه او في منظومات ذكيه. شبكه اتصالات دي اللي هي التليفونات العاديه، في بقى اللي هي المنظومات الذكيه دي زي سمارت باركنج مثلا. هو مدينه ذكيه في الاخر ممكن نختصرها في ابلكيشن موبايل على في ابلكيشن على الموبايل بتاع الساكن اللي موجود. يعني انا كساكن بيكون عندي ابلكيشن على الموبايل بتاعي؟ بالظبط كده، تقدر من خلال الاي دي بتاعك تدخل على الابلكيشن ده تعرف كل اللي انت محتاجه، يعني اولا تعرف مثلا استهلاك الكهرباء بتاعك، تدفع كهرباء، تدفع ميه، تدفع غاز، تعرف مثلا في مكان فاضي في باركنج معين. دي بيبين لي اماكن المواقف السيارات، مش مواقف سيارات. هي في عندي حاجتين، في عندي باركنج وفي عندي باص ستيشن.
المفروض ان هي الباص ستيشنز نفسها او السمارت باص ستيشن هيبقى برضو موجود فيها مواعيد وصول الاتوبيسات لو اتاخر الكلام ده بيتغير. كل ده مربوط طبعا بشبكه من كابلات الفايبر بحيث ان انا يعني اقدر اوفر الكلام ده كله. طيب واقدر اتواصل مع حضرتك برضو وتقدر تتواصل كمسؤوله اقصد في مرفق معين بالظبط كده. وفي برضو اللي هو على المستوى بقى المسؤولين المفروض ان في عندي مبنى جزء في مبنى جهاز المدينه اسمه السي او سي. الجزء ده بيبقى عليه او شايف كل حاجه موجوده في الشبكات في المدينه. كمان يعني هو مش بس شايفها كمان يقدر يتحكم في مرحله او لغايه جزئيه معينه فيها. يعني مثلا هو شايف موزعات الكهرباء لو فصلت هو شايف ان المنطقه دي فصلت عنده. لو في مشكله في مكان يقدر هو يفصلها من عنده. مثلا في الميه لو في او هو شايف مراقب مثلا هنقول ايه الفلو بتاع المياه في المواسير لو في تسرب الفلو من مكان لمكان هيختلف فهيبدا يعرف ان في عطل في المكان ده فمش هيستنى لما الدنيا تقف وبعدين يبدا يتحرك. لا هو هيعرف ويبدا ان هو يتحرك للمكان ده ويصلح الكلام يتعامل بسرعه بالظبط كده. طيب فهو ده السمارت يعني ده مفهوم السمارت ببساطه. طبعا مش هنتكلم فكره ان في اعمده اناره ذكيه فكره الاضاءه الذكيه دي ده اكيد موجوده يعني هي اعمده الاناره الذكيه مش مجرد اناره هي اعمده الاناره الذكيه اللي موجوده المفروض ان هي متحمل عليها كمان خدمات تانية كتير يعني مثلا في اشارات مرور عليها في وزر سنسور عشان يبين درجات الحراره في كل ده بيبان في لوحه ارشاديه مثلا على العمود في حاجات كتير على العمود يعني العمود مثلا بدايته بيبقى فيه وزر سنسور عشان يبين وبعد كده في شاشه بتطلع لي درجات الحراره بعدها في كاميرات للمراقبه نفسها بحيث ان الدنيا كلها تبقى متامنه وكل الكلام ده طبعا مربوط على جهاز المدينه وكل ده على سمارت سيستم بالظبط كده ومربوط على الجهات المنوط بيها ان هي تراقب الكلام ده طبعا كله. طيب احنا كده بنتكلم في مستخدم مختلف يعني مش بس الخدمه مختلفه كمان المستخدم هيكون مختلف في الحاله دي لازم يكون متعود على التكنولوجيا الجديده. هو اكيد المستخدم يعني لازم احنا كلنا لسه مش متعودين على ده بس اكيد واحده واحده الدنيا الناس كلها تبدا انها تتعود على ده واكيد كل مستخدم يعني عاوز يوصل لمستوى اكتر او اعلى من الراحه. مش مهندس احنا كده مش بنتكلم في مدينه كده بنتكلم في كومباوند يعني كل حاجه متحكم فيها في وشايفينها كويس بالظبط كده تعتبر في النهايه هي كومباوند مقفول بالكاميرات اللي موجوده في الشوارع كلها. طب نفس الكلام برضو بيستنسخ في المراحل المختلفه لما يتم انشاء المدينه كلها بادئه من البدايه اساسا كانفرا يعني كشبكات كده وبرضو بنتكلم في شوارع وباركنج وسمارت باركنج كل حاجه من البدايه تصميم المدينه كله كده. طيب توافر بقى شبكات الانترنت عامل ازاي توافر الخدمه او جوده الخدمه المفروض ان احنا بنتكلم في كابلات فايبر لغايه الوحدات نفسها يعني ما فيش اسرع من كده نت يعني كل شقه فيها وحده فايبر الشقق نفسها وصل لها فايبر مش زي زمان مثلا ان هم لما بداوا يعملوا احلال للشبكات عملوا الشبكات اللي بره فايبر وبعد كده جوه المباني نحاس لا فايبر لغايه العميل نفسه وطبعا خدمه افضل ما فيش انقطاع بسرعه اعلى كتير تمام. ايه اللي ممكن نشوفه جديد اكتر في الجزئيات دي اللي ممكن نشوفه جديد هو اعتقد ان كده كل حاجه جديده عن المدن العاديه او عن حياتنا اللي احنا متعودين عليها يعني ما فيش شوارع كلها متراقبه كاميرات فمتامنه بنسبه 100% يعتبر ما فيش سرعات النت وفصل النت والكلام ده يعني احنا بنتكلم في سرعات نت 10 جيجا اللي هي الانفرا طبعا الانفرا دي في اغلب الاماكن بالذات القديمه فيها مشاكل كون ان انا اقدر ان انا اتوقع ايه الخطا او مش اتوقع ان انا اشوف الخطا والحقه قبل ما يتم اصلا فده هيفرق كتير جدا طبعا في المكان وفي جوده الحياه في المكان نفسه. عشان كده بنسميها مدن ذكيه عشان كده ال 14 مدينه ذكيه في مصر تقريبا استنساخ من بعض بالظبط كده هي ابتدت او اللي هو يعني الشغل في البدايه بيتم في العاصمه وبالظبط زيها حاليا العالمين والمنصوره وباقي ال 14 مدينه فعلا الذكيه اللي بتتم. باشمهندس هل المنصوره الجديده على ساحل البحر المتوسط فاكيد ممكن ما نغفلش انها محتاجه تنوع اكتر بالنسبه للمشتري او بالنسبه للساكن الجديد فعندنا هنا منطقه فيلات ما شاء الله بننافس بيها الساحل الشمالي او منتجعات الساحل الشمالي احنا ليه فكرنا في الفكره دي وازاي نفذناها؟
واحنا فكرنا في فكره الفيلات عشان نعمل تنوع، يعني بس ما يبقاش عندنا مستويات الاسكان اللي هي الاجتماعي والمتوسط والفوق المتوسط، كمان في شريحه ثانيه من المجتمع انت محتاج تجذبها لمدينه جديده زي المنصوره، خصوصا ان هي مدينه ذكيه وفيها الجامعه وفيها مدارس دوليه، فانت محتاج تجلب لها شريحه اللي هي توفي الخدمات دي او تحتاج الخدمات دي. فعندنا منطقه الفيلات، احنا عندنا اربع مناطق للفيلات، مناطق تراث كلاسيك ومناطق تراث مودرن، وكل منطقة فيها ما بين 5 و8 أنواع، 5 و8 أنواع، لأنها بتوفر له تنوع في المساحات، يعني مثلا وتنوع في نمط الفيلا اللي هو عايز نوعنا في المساحة ونوعنا في الشكل، في الشكل وفي النمط، يعني أنا عايز فيلا منفصلة خاصة بيا، ولا عايز فيلا شبه متصلة معايا فيها جار، ولا عايز فيلا متصلة كاملة، إحنا 4 جيران مشتركين في فيلا واحدة، مش في فيلا واحدة، يعني في مجمع فيلا في مجمع فيلات فده بيحقق له تنوع في المساحة، وبرضه بيحقق تنوع في التكلفة، يعني أكيد تكلفة الفيلا المنفصلة بمساحتها اللي هي وصلت 800 متر غير الفيلا الشبه المتصلة مساحتها ب 300 مثلا، 300 متر مسطح أدوار ومسطح أرض، وكمان تنوع في الفيو اللي أنا شايفاه، يعني فيلات السنجل على طول الفيو بتاعها على البحر، الفيلات التاون والتوين الفيو بتاعها منطقة خدمات مشتركة، منطقة خضراء واسعة بتحقق له خصوصية برضه، بس مشترك في سور أو في جدار مع جار. وبرضه شوانيسا ده بيديني إتاحة لمشروع المدينة لوفر مالية أكتر، لأن طبعاً تمن الفيلات هيكون مرتفع، فده دخل جيد بالنسبة لمشروع المدينة. ده أكيد طبعاً، لأن لو بنقارن سعر شقة في سكن مصر أو دار مصر بسعر الفيلا، لا الفيلا أضعاف الوحدة السكنية، يعني مثلاً أسعار الفيلات عندنا بتتراوح من 3 مليون ل10-12 مليون، على حسب أنت بتختار مساحة قد إيه، مساحة الخضر اللي حوالين الفيلا برضو بتفرق في سعر الفيلا، نظام التشطيب، يعني لو عندي الطراز الكلاسيك سعره غير الطراز المودرن، فبتفرق. وعارفة برضو الجديد إن في مدينة في قلب الدلتا يكون فيها هذا المنتجع السياحي الساحلي، ده برضو جديد بالنسبة للساحل الشمالي اللي في الدلتا. هي فكرة انك تجذب الشريحة اللي بتتجه للساحل الشمالي، انك تجذبها هنا في الدلتا. تمام. انها يعني اغلب سكان المنصورة الغربية الشرقية كفر الشيخ دمياط، بدل ما يتجهوا ان هم يشتروا في الساحل الشمالي، لا يتجهوا ان يشتروا في مدينة في الدلتا، وانها مش بس مصيف، انها مدينة طول السنة. وكده بقى عندي تنوع على كل امتداد الساحل. تنوع لكل الامدادات وتنوع لكل الشرائح الموجوده في المجتمع كمان. طب انتوا عملتوا التقسيم الداخلي او التشطيب الداخلي حسب احتياجات كل شريحه من الفيلات دي؟ على حسب اللي بيجي بيتفرج على الفيلا، بيشوف هو محتاج فيلا مثلا فيها كم غرفه نوم، عنده كم اطفال، محتاج لها مساحات قد ايه، بيختار بناء عليها برضو، يعني مثلا الفيلا السنجل الموجوده اللي احنا قدامها دلوقتي فيها 5 غرف نوم، فيها 7 حمامات، فيها مساحات. نتفرج داخلية. في الداخل احسن على طول. اتفضل. ده الوصف الداخلي يا باشمهندس، بقى ده مدخل الفيلا اللي احنا فيها. احنا عندنا ده نمط الفيلا المنفصله كلاسيك، دي فيلا على الطراز الكلاسيك كتشطيب خارجي، كداخلي احنا عندنا الفيلا مكونه من دورين وروف، الدور اللي احنا فيه ده موجود فيه الريسبشن، غرفه ضيوف بحمامها، حمام ضيوف وغرفه ناني بالحمام بتاعها ومطبخ، يعني ده يعتبر استقبال. دور استقبال سواء كان في بقى الضيوف او في الاستقبال، هنا المفروض الاستقبال مفروش 4 قطع. عندنا الدور الثاني، الدور الاول موجود فيه 4 غرف نوم وغرفه معيشه كبيره و3 حمامات. عندنا دور الروف فيه غرفه معيشه بحمامها، وبعد كده الروف مفتوح بقى عشان الفيو الكامل على البحر. الروف برده بنفرشه كامل ان الاسره تستفيد بيه وتشوف الفيو بتاع البحر. ده ما شاء الله انتوا استخدمتوا خامات جيده، يعني شايف الرخام، يعني احنا مستخدمين هنا بورسلين او رخام في التشطيبات الداخلي، كل التشطيبات سواء الجي ار سي سواء التشطيبات الالومنيوم كلها فيندر ليست احسن انواع الموجوده في مصر، قائمه مصنعين مصريين. ده يضاهي فعلا كل قرى الساحل الشمالي. ايوه، ما هي الحقيقه دلوقتي متجهه، احنا بنسوق زينا زي اي مسوق عقاري، بنشطب على اعلى مستوى عشان ننافس في السوق العقاري. وتكفي فعلا احتياجات مختلفة لساكن مختلف او أيوة مشتري. ايوه، الفيلا ديت بتكفي مثلا ساكن حتى لو عدد افراد الاسرة معدي 7-8 افراد. عندنا فيلا التانية لا 3 غرف نوم بس، بتكفي اسرة متوسطة صغيرة في العدد 4 افراد مثلا. احنا موفرين له هنا مساحات تكفي عدد من اسرة كبيرة عدد اسرة صغيرة. موجات من التنمية والنمو إذن تشهدها مصر خلال هذه الفترة، وانتشار العمران هو أحد مؤشرات قوة واستقرار الأمم كما قال ابن خلدون.
ومصر بإنشاء هذه المدن تعلن عن قوتها واستقرارها وتخطيطها للمستقبل. مصر أيضا تكشف عن وجه مستقبلها ليس فقط في بناء هذه المدن، ولكن بتخطيطها لجودة حياة مختلفة لأجيال المستقبل. هكذا إذن ودوما بأيدي أبنائها مصر بتبني. تقبلوا أطيب تحية من فريق عمل هذه الحلقة ومني أحمد بشتو. طبت أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.